السلام عليكم، أنا أحمد الحلاج في مادة Neural Networks 715 لماجستير كمبيوتر انجينيرنج في STMT. أنا هتكلم النهاردة على بروجكت خاص بـ Incorporating Neural Coherence Features for End-to-End Automatic Distance Scoring System. الفكرة بتاعة البروجكت بتتلخص في architecture مقترحة في البيبر دي، وليها الكود بتاعها، وهشرح الكود بتاعها وهشرح الـ output برضه اللي ظهر، بسميه skip، أو ده اللي هما مقترحين، يعني اسمه skip flow. ف skip flow is an architecture based على LSTM architecture، تمام. بيعمل automatic text scoring، والفكرة هنا إن الحاجة المقترحة في البيبر دي إن هما شغالين على LSTM. فالمشكلة في ال LSTM architecture أو في ال LSTM network إن بيبقى فيه memorization incapability، إنه مع الوقت اللي كل ما بنتحرك في ال SA، كل ما بنت transition في ال SA لأماكن أبعد، تمام. And this is how the dataset looks like. يعني ده مثال كده على ال SA اللي موجودة. ال SA ممكن تبقى، يعني ممكن يبقى فيها from 300 to 400 length of sequence of words، بس احنا هنا بنثبت length معين. احنا كلنا مختارين ان ال essay اللي ليها maximum length يبقى 400، وعندنا essay ID و essay set. فكل ما بن transition لأماكن بعيدة أو ل words بعيدة multiple points في ال essay، كل ما بنبعد بن في ال essay كل ما بن lose حاجة اسمها semantic relationship between the words. ف في الاخر ما بنقدرش نكابتشر السيمانتيك ريليشن شيبس دي، او هو مسميها هنا التكستشوال كوهيرنس بشكل صحيح، تمام. ودي مشكله الفانيشنج جريدينت اللي موجوده في ال LSTM architecture او في ال LSTM network، تمام. ف البيت القصيد يعني ان ال LSTM فيها مشكلة متواجهة في حتة ال automatic text scoring whenever we give it a large essay. لارج اسي كل ما بنترانزيشن فيها اوفر تايم، او كل ما بنتحرك فيها لمالتيبل بوينتس بعيده، كل ما ما بنقدرش ان احنا نكابتشر افكتيفلي السيمانتيك ريليشن شيبس دي، او اللوجيكال فلو، او التكستشوال كوهيرنس. فبالتالي بنحظى بسكور مش بيرفلكت بالظبط السيمانتيك ريليشن شيبس اللي ما بين الكلام او السيكونسز اللي موجوده في الاساي دي، تمام. فالمقترح هنا حاجه اسمها ذا سكيب فلو اركتكتشر، اوكي. في السكيب فلو اركتكتشر هو بادئ الاول بامبيدنج لاير بيدخل فيها الاسايز كلها، تمام، وبيعمل لها امبيدنج يوزنج ذا جلوف وورد امبيدنج، تمام. وده هنشوفه في الكود كمان شوية. وبعد الـ embedding layer بيدخل الـ embedded sequences دي على الـ STM layer. الـ STM layer دي بتطلع outputs، الـ outputs دي بتمثل لي الـ hidden states أو الـ hidden representations. فهو معتمد هنا إن هو عايز يكابتشر أو ياخد multiple snapshots ما بين كل hidden state والتانية، ما بين كل two sequential hidden state والتانية، أو كل two output sequential outputs من ال LSTM layer، تمام. في for simplicity sake على المذكور في ال paper دي، يعني إن هو بادئ من أول position التالت، من أول تالت output، من أول تالت hidden representation ظاهر له في ال LSTM layer. ومن أول هنا ابتدى ياخد pairs، يعني pairs of sequential output of the LSTM layer، تمام. ال LSTM layer عشان برضو التوضيح، هي بتجيب بتحاول تحسب حاجة اسمها ال coherence، بتحاول تطلع ال similarity أو ال coherence اللي ما بين ال sequences أو ال embedded sequences، ما بين ال word embeddings، تمام. بس زي ما اتفقنا إن هي بتعاني من مشكلة ال vanishing gradient over time. هو مزود لاير، هي دي اللاير اللي تعتبر اللي بتتميز بيها البيبر، اللي هي السكيب فلو ميكانيزم، الحته اللي في النص دي مسميها النيورال تنسور لاير. والنيورال تنسور لاير دي ليها معادله كده هنشوفها دلوقتي. هو باني الموضوع ان هو بيبتدي from index 3
تمام from output 3 بيبتدي ان هو ياخد pairs of sequential outputs، وال pairs دي بتبقى على مسافة او على width of a hyperparameter اسمه delta، تمام. والدلتا ده هو ده الرقم اللي بيعمل له فاين تيونينج، هو ده اللي المفروض ان احنا نعمله فاين تيونينج عشان نقدر نعرف بالظبط which is the greatest score اللي احنا ممكن نوصل له واحنا بنحاول ن evaluate a certain text او a certain essay، تمام. فالدلتا ده بيسميه relevance width او relevance width of the model، تمام. فاحنا حتى هنلاقي ان الموضوع incrementally بيمشي يعني بتزويد دلتات كده، تمام. ان احنا h3 بعدها h3 plus delta h3 plus 2 delta plus 3 delta and so on، تمام. ال neural tensor layer اللي هتبقى ظاهرة من هنا، التنسور ده بالنسبة له هو مجرد 3D matrix، اوكي، يعني 3D 3 dimensional matrix هو ده التنسور. وال parameters دي كلها shared، يعني كل ال parameters دي shared for all output pairs. so this is the neural tensor layer. بعد ال neural tensor layer هو بياخد ال outputs اللي طالعة، ال hidden states اللي عمل لها يعني اللي قدر ان هو يربطها ببعض، ال hidden representations اللي عمل لها capturing او خد منها snapshots دي اللي قدر ان هو يحاول يعمل لها textual coherence او يربطها ببعض عشان يطلع في الاخر ال natural او sorry او ال neural coherence features، تمام، اللي هو ال similarity او ال mean similarity score. ال mean similarity score اللي هيطلع هيعمل له concatenation على كل ال outputs اللي جاية من ال LSTM layer، كل ال outputs اللي جاية من ال LSTM layer هيعمل لها زي temporal pooling، هيعمل لها زي down sampling كده، وهيعمل لها concatenation على ال coherence اللي ظاهر من ال neural tensor layer، ال semantic coherence أو ال textual coherence اللي هو طلعه اللي طلعه بحظر شديد ما بين كل يعني output والتاني output والتاني output والتاني عشان يتأكد ان هو يعني they're not missing any semantic relationship ما بين أي point in time أو point in the essay. في الآخر بيدخل ال concatenated output ده على fully connected dense layer، على fully connected hidden layer، تمام. وبياخد ال output اللي هيظهر من ال fully connected dense layer ده على final linear layer عبارة عن sigmoid function عشان تطلع لي probability أو a score for the text ما بين 0 و 1. فتلخيص سريع لل architecture اللي احنا شفناها تاني، هو بادئ ب embedding layer، اتفق انه L is going to be the maximum essay length، و ال parameters of the embedding layers هي ال weights of the embedding بس متعرفة أو defined بال dimensions v في n، و v where v is the size of the vocabulary و ال n هي ال dimensionality of the word embeddings. ال layer اللي بعدها اللي هي ال LSTM layer، ال sequence of word embeddings هو ده اللي بيبقى fed into the LSTM layer، والمفروض انها بتطلع لي ال hidden states او ال hidden representations دي، تمام، اللي هي ال semantic representations دي at times او positions دي، اوكي. ال final representation في الاخر بنوصل له عن طريق ال temporal mean pooling اللي احنا بنعمله لكل ال outputs بتاعت ال LSTM او كل ال hidden representations. ال skip flow layer بقى اللي هي التنسر ال neural tensor layer اللي هي دي اهم حاجة في ال paper اللي احنا بنتكلم عليها، بيتكلم على اول parameter اول hyper parameter هنا، او يعتبر الحاجة اللي هتساعده ان هو يقدر يطلع ب auxiliary feature يساعده في ان هو فعلا يحسب ال semantic relatedness ما بين ال points in the essay، تمام، اللي هو ال similarity score اللي احنا بنتكلم عليه، تمام، اللي هو هنشوفه تحت ده اللي هو ده، تمام، عشان يقدر يوصل للمرحلة اللي يقدر يحسب فيها ال similarity score اللي احنا بنتكلم عليه هو محتاج يست hyperparameter اسمه delta، تمام.
تمام that controls the relevance width of the model. ده اللي هيساعده فعلا ان هو يطلع حاجة اسمها textual coherence. تمام، وفكرته هنا انه بيحاول عن طريق البارامتر ده ان هو يوجد relationships ما بين كل two positional outputs في ال LSTM او كل two sequential pair of outputs. تمام، والموديلنج اللي بالطريقة دي هو محتاج يعني يمشيها بشكل بيسميه parameterized compositional technique، ان هو مش عايز يفوت اي element هنشوفها في الجزء بتاع ال bilinear product ده. هو مش عايز يفوت اي element في ال essay عشان كل semantic relatedness او كل semantic relationship او meaning يهمه. تمام، فعشان كده مسميه compositional technique، ان هو كل element في ال essay يهمه، حتى لو انا اتحركت further في ال text او further في ال essay مش عايز ان انا اخسر حاجة، او عايز capture كل حاجة بشكل effective. أكابتشر كل حاجة بشكل effective. اوكي، ف this is these are the tuples اللي هو بيتكلم عليها، اللي هو ال pairs of sequential outputs. تمام، يعني with respect بقى لل width اللي هو relevance width اللي هو الدلتا اللي بيتكلم عليه. تمام، و for this for simplicity sake قال ان هو هيشتغل على the third output or the third position of the hidden representations. ده بالنسبة للبارامتر الهايبر بارامتر. ده هيتكلم بعد كده على احنا في نفس اللير لسه على النيورال تنسور لير. تمام، احنا كنا بس بنجهز اللي احنا هناخده من كانبوت من الاوتبوت اوف ذا ال اس تي ام لير. تمام، النيورال تنسور لير هي دي الحقيقي، هي يعني هي دي فعلا هو ده يعتبر البروجكت. تمام، فالبارامترايز كومبوزيشن اللي بيتكلم عليه هو عبارة عن الشكل ده. جوه خالص هنلاقي ان في عندنا f which is a non-linear function زي tanh كده. تمام، وفي شوية parameters ليها علاقة بال neural networks ممكن نعملها skip، بس اللي يهمنا في ال parameters دي هي ال m. ال m ده اللي هو ال tensor او ال 3D matrix. تمام، وده عبارة عن bilinear tensor product او dot product ما بين كل slice من ال tensor ده و ال v's او ال parameters of the neural network. تمام، ف ال binary ال bilinear dot product اللي احنا شايفينه هنا واللي هنشوفه بشكل اوضح في الكود اللي هو متمثل في ال tensor m. تمام، هو ده اللي هيساعدني ان انا اعرف فعلا ان انا زي ما هو يعني موضح هنا ان انا هعرف a capture ال interaction ما بين ال hidden representations او ال hidden outputs. هنلاقي بعد كده ان في عندي سيجمويد هتتطبق، بس السيجمويد دي هتبقى في اللاير الاخير خالص في اللينير لاير يعني. اوكي، عشان تحسب لي السيميلاريتي سكور، او سوري السيجمويد هتبقى في، هيبقى في سيجمويد برضو في المنطقة دي يعني في اللاير دي قبل ما نطلع على اللاير الاخير على اللينير لاير. اوكي، اللي طالع من ال neural tensor layer ده هو ال S أو similarity score اللي هو بيسميه ال auxiliary feature اللي هيساعده إن هو يعرف ياخد قرار سليم في إن هو يحدد the right semantic similarity for this text أو this اللي هي ال textual coherence feature اللي بيتكلم عليه. ال output of the neural tensor layer هيدخل على fully connected dense hidden layer. تمام، وهيبقى في ال dense layer دي non-linear activation function اللي هي tanh أو ReLU. تمام، متوصفة بال WH اللي هي ال weight matrix دي. وفي الآخر خالص هيبقى عندي ال linear layer with sigmoid again. تمام، ودي اللي هتطلع لي ال يعني ال scalar الأخير اللي ما بين 0 و 1 اللي بيمثل لي ال final score for this text أو essay. هنا ممكن نبص بص سريع في الكود. احنا عندنا هنا our own definition of the neural tensor layer موصفينها بالكلاس دي. تمام، وبت inherit from the layer class اللي هي أصلا جاية من TensorFlow. تمام، وبناخد two arguments. ممكن عندنا في يعني في كذا argument مفتوح برضه، بس المهم بالنسبة لنا الأساسي ال position اللي هنا ال output dimension وال input dimension. تمام، ال output dimension
المفروض ان احنا اتفقنا ان احنا هنسيت يعني بالنسبة للنيورال تنسور لاير، والانبوت دايمنشن ده اللي المفروض هيبقى جاي لي من ال ابصينا تاني ال STM layer. تمام اوكي. في function اسمها call، بس خلينا نتكلم على build الأول، لأن I think إن الموضوع يعني ماشي بالطريقة دي هيبقى أسهل. فهنا هو عامل initialization للمين والSD، تمام، وشغال على trunk norm اللي هي المفروض بتقص ال normal distribution. هو هنا بس عايز يطلع ال parameters الخاصة بال neural networks اللي هي ال W وال V وال B، وحط دول كلهم into a variable أو state كده بنسميها trainable weight. تمام، نرجع بعد كده لل function اللي هي call. call هنا هو عامل فيها definition لل inputs اللي هي E1 و E2. تمام، و K دي اللي هي بس عشان نبقى فاهمين دي ال Keras أو دي التنسور، دي بالنسبة له this is the tensor أو this is the 3D matrix. تمام، فهو هنا بيحاول يوصف ال equation اللي احنا شفناها، فاحنا ممكن نحطها hand by hand كده عشان الموضوع يبقى واضح. طيب الجزء الخاص بال bilinear تنسور برودكت اللي هي الحتة دي، تمام، ال V transpose اللي مضروبة في ال M اللي هي دي تعتبر بالنسبة لي التنسور which represented by the K هنا. تمام، فال K dot product اللي هي عبارة عن ال E في ال weight اللي هي اللي احنا حسبناه ال parameter بتاع ال neural network ال W اللي احنا حسبناها تحت في ال build function. تمام، فالمفروض ال bilinear tensor product هتطلع لي الترم ده، تمام، الجزء ده كده. تمام، بس ده طبعا عبارة عن كي dimensional vector، فهو عامل له loop في الجزء ده كده. تمام، بيأبند كل ال scalars اللي هتطلع في الآخر into the bilinear tensor product ال array أو ال list دي. تمام، بعد كده بيطبق عليها ال f اللي هي اتفقنا ان هي tanh function. تمام، و بيكونكاتينيت او بيأجريجيت كل الكلام ده على بعضه، تمام، اللي في الحته بتاعه البرودكت تنسر البايلينير تنسر برودكت او الدوت برودكت، الجزء بتاع البارامتر الخاص بالنيورال نتورك والبايز. تمام، ممكن نكبر بقى دي هنا. هو كمل بعد كده على التمبرال مين بولينج، وده اللي المفروض بيستخدمه على ال STM output. تمام، هو بس عامل زي inheriting كده لللاير تاني الخاصة بالكراس أو تنسر فلو، ويزود supports masking بtrue، وعنده نفس الفانكشن اللي هي الكول دي. هنا عملنا شوية definition أو initialization لل variables. عندنا ال embedding dimension عملنا له setting ب 300، الماكسيمم نمبر اوف ووردز ب 4000. انا قلت في الاول 300 او 400، معلش انا كنت اقصد 3000 او 4000. الماكسيمم سيكونس لينث 500، الفاليديشن سبليت هيبقى 20% و 80%، يعني هيبقى 20 و 80 تريننج وتستنج. This is the delta, this is the relevance score, sorry the relevance width of the model. تمام، ودي التكست والليبلز والسنتنسز اللي هيعملها اكستراكت من الاساي. تمام، والاوريجينالز دي هتبقى مجرد الكاونت او الفريكوينسيز بتاعتهم. وهنا ده الجلوب 6 بي ده اللي هيبقى الوورد امبيدنج اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، عشان تقريبا انا ما فتحتش دي قبل كده، بس هو الجلوب is already in the dataset أو سوري in the يعني source code هنا. تمام، فكل كلمة ليها ال word embedding بتاعها، ده يعني دي حاجة already موجودة، احنا بس شغالين على ال globe ده. تمام، فهنا هيبتدي ان هو يريد بقى ال essays دي. تمام، ويعملها split based على ال tabs، وهيطلع منها sentences، وهيطلع منها text
labels and so on. تمام، وده مجرد example. This is the first text that was captured. تمام، وده ال length بتاعها. تمام، فالتكست بعد ما يعني عملنا له زي تقسيم كده وطلعنا التكست منه، طلعنا السنتنسز، طلعنا الليبلز، الليبلز يقصد بيها الناونز، البرونونز، البري بروسيسنج ده بعد ما تم، عملنا الجزء بتاع ال embedding. تمام، using the glove word embedding. بعد كده عملنا tokenization عشان نقدر نطلع sequences نقدر نعمل لها feeding بعد كده into the LSTM layer. تمام، وال sequences دي عملنا لها padding وهي دي هتبقى ال data اللي احنا هنشتغل عليها. هنا قسمنا ال data into training و validation data. تمام، x train y train x val y val. تمام، عن طريق ال validation size اللي احنا كنا حاطينه ب 20% في الأول. تمام، وطلعنا ال embedding matrix عن طريق ال embedded dimension اللي هنختاره ان هو يبقى تقريبا 300. هو ده. اوكي، هنا ال definition of the embedding layer. بنكريت ال embedding layer عن طريق ال vocab size اللي هو برضو اتكلمنا عليه في الأول، وال embedding dimension وال embedding matrix اللي احنا وصلنا لها عن طريق ال sequences اللي احنا عرفنا نطلعها من ال word embedding مع ال texts أو ال essays اللي احنا عملنا لها extraction، طلعنا منها texts و labels و sentences. تمام، هنا ال definition بتاع ال skip flow ميكانيزم، او بمعنى اصح يعني هو ده الموديل، ده الموديل الكامل للشكل اللي احنا شفناه. كل حاجة هنا في الاركتكتشر دي، الفانكشن دي هي اللي بتعمل. تمام، فهو هنا بياخد ال LSTM dimension، بياخد ال LSTM dimension، بياخد ال ETA اللي هو ال positional output اللي احنا بديه من عنده، ال relevance width اللي احنا شغالين عليه او ال delta. تمام، وال activation function وال max length وال seed. تمام، ال max length هو بالنسبة له هنا ال maximum sequence length اللي احنا حددناه برضه. تمام، طيب بالنسبة له ال input هو مسميه هنا E، وال embed هي ال embedding layer، بينشئ بعد كده وبي create ال LSTM layer right، وبي create ال hidden states أو ال outputs of the LSTM layer. ال LSTM layer هنا بتاخد ال embed أو ال embedding layer as an input as an argument. ال HTs اللي هي دي المفروض ال hidden representations. تمام، دي اللي طالعة من ال LSTM layer، دي اللي هيتعمل لها temporal mean pooling، ال function اللي احنا بصينا عليها في الأول هتاخد ال hidden states into it as an argument. تمام، وفي الآخر بعد ما بنطلع ال outputs of the hidden state representation layer وبنعمل لها زي aggregation of aggregation كده، لسه هيتعمل لها concatenation قدام هنشوفه، بس بتدخل ك pairs، ك sequential pairs، positional sequential pairs into the tensor layer اللي احنا كنا عملنا لها definition بتاع ال class بتاعها. تمام، فبتاخد ال output dimension وبتاخد ال input dimension اللي هو يعتبر ال LSTM dimension. دي تقسيمة ال pairs اللي اتكلم عليها، اللي هي المفروض معمولة عن طريق list comprehension كده. تمام، ودي بالظبط هي المفروض الجزء اللي احنا شفناه هنا. اللي هو الجزء ده. تمام، وعندنا بعد كده ال hidden pairs اللي المفروض
دي خاصة بالدنس أو الكونكتد لاير، بس احنا لسه يعني ما وصلنا لهاش. الفولي كونكتد لاير يا ربي، تمام. واتفقنا ان هيبقى في سيجمويد، يعني السيجمويد هنطبقه في نفس التنسر لاير قبل ما نطلع على اللينير الفولي كونكتد او اللينير لاير اللي في الاخر، تمام. هنحسب الكوهيرنس اللي هو يعتبر بالنسبة لي الاس اللي هي دي، تمام، سيمانتيك كوهيرنس عن طريق ال hidden pairs اللي احنا طلعناها دي، وهنعمل concatenation لل coherence plus ايه ال output of ال pooled output اللي طالع من ال LSM layer. once ان احنا عملنا ال concatenation او ال aggregation ده، هنبقى جاهزين ان احنا ندخله على ال fully connected layer او ال dense layer دي، تمام. اوكي، فاحنا مدخلين ال coherence تي ام ده اللي ظهر عندي بعد الاجريجيشن اللي احنا عملناه في الاخر انتو ذا فولي كونكتد لاير، تمام. وهنا هو بيتحكم بعدد النيورونز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الاوتبوت هيبقى عبارة عن سيجمويد فانكشن، بس ده الاوتبوت الاخير ده بالنسبة احنا بنتكلم دلوقتي على اللينير لاير، تمام. سيجمويد بتاخد الاوتبوت اوف ذا دنس او الفولي كونكتد لاير، وبتحسب لي زي سكيلر عشان اعرف اشوف السيميلاريتي سكور الاخير هيبقى عبارة عن ايه، تمام. هنا في كونديشن للايرلي ستوبنج محطوط، واحنا هنا شغالين كاوبتمايزيشن وايز شغالين على مين على المين سكويرد ايرور، وحاطط بيشنس اوف 5. هنرن هنا السكيب فلو موديل بتاعنا، تمام، لمدة 100 epochs، وهنحاول ان احنا نتفت الداتا اللي عندي دي، تمام، within the early stopping برضو condition عن طريق ال x-train وال y-train وال x-val وال y-val، تمام، عشان نقدر نطلع histogram. وهنحاول ان احنا نبريدكت ال x-value ونشوف هل ال safe فعلا، ونشوف فعلا هل هنقدر نحسب ال هل هنقدر نبريدكت ال output زي ما هو annotated في ال say في ال dataset ولا لا. و it does a really good job، يعني هنا ده كان مثلا prediction ب 38 38 43، و ال actual values كانت 40 45 42، فما كانش الفرق كبير يعني. ف I think انه it did a good job in doing this. Thank you so much.